بالنسبة للجماهير بعد نهاية المباراة. الأهلي قدها وراح يجيب الكاس، البطولة الآن على الأهلي، سواء النصر، فتح، اتحاد، هلال، أي فريق من هذا الأندية نحن نهزمه بجدة ما يطلع الكاس. ما عليه، الحمد لله اللعيبة ما قصروا، سووا اللي عليهم. هذه المباراة نقول مبروك للأهلي. كاماتشو يلعب العرضية، راسيو. الحمد لله طبعا ما قصر الرجال، وفوا بوعودهم. الحمد لله بيض الوجه وإن شاء الله بإذن الله فالهم الكاس. يعني مدرب كان فيه تخبط في التشكيلة و... يعني جينا المباراة هذه وهي محسومة، يعني الأهلي بين أرضه وبين جماهيره، يستاهل الأهلي الفوز. أنا أعتبره ممتاز، مباراة زي كذا تلعب مباراة قدام فريق كبير زي نادي الهلال. طبعا النتيجة طبيعية، نتيجة حلوة لنا كجمهور أهلاوي، مبارك لهم. والجاي إن شاء الله يكون أفضل بإذن الله. يلعبها لمارسيلو، كاماتشو عرضية في المرمى. خلاص. والله الحمد لله يا رب، يعني احنا انتهينا للفاينل الحمد لله. وصولنا لهذه المباراة بحد ذاته تشريف كبير، شرف كبير لنا احنا الحمد لله. فالحمد لله الى الان نتوجها بالكاس ان شاء الله وتكتمل الفرحه. هذا منبع الفن، هذا الاهلي. اهلي ما يخليك يلعب ويبكيك، ياكلك ويرميك ومعذب خصومه. محلى والله ربي يرعاه، وانا دومي وياه يا محلى رجاله. الاهلي اللي زيه عشقوا في النفوس، قلع للكوس خذ منه دروس يا محلى كيانو. الاهلي ما في. آخر الجهود الموجودة عند الرابطة، مخالصين من الظهر هم. يعطيك العافية لبدر. بدر السهل. سنذهب الآن إلى فاصل، بعده نعود لمتابعة الجزء الثالث من الملعب وفيه.